أشاد عدد من الأهالي والمحكومين الذين شملهم العفو الملكي السامي بالروح الرفيعة التي يمتاز بها جلالة الملك المعظم في إدخال الفرح والسرور على نفوسهم لمنح ذويهم الفرصة للمساهمة في بناء المجتمع. نعم، يأتي هذا العفو والإفراج عن النزلاء بمناسبة الأعياد الوطنية، وذلك جاريا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على المشاركة في مسيرة البناء والتقدم. أشكر جلالة الملك حمد وأشكر رئيس الوزراء الشيخ سلمان. جريا على عادة جلالة الملك المعظم ورغبته الصادقة في إعادة تهيئة المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع، عم الفرح والسرور أهالي من شملتهم المكرمة الملكية والمحكوم عليهم للفتة الأبوية الكريمة من لدن جلالة الملك المعظم بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 168 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة. أشكر جلالة الملك إن صدق رد لي ولادي وأني تعبانة ما عندي أحد. أشكره ألف 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 مرة، الله يطول في عمره ويخليه. حسيت روحي ماني في دنيا، أم باقوم أصلي مو قادرة أوقف أمضي من الفرحة على راس الملك حمد على راسي. شعوري جدا صعب الصراحة عقب فرقة الوالدة، هديتها فترة طويلة الصراحة بروحها. أشكر جلالة الملك وأشكر رئيس الوزراء على المبادرات اللي يسمونها لنا. طبعا شعور جميل نيل العفو الملكي اليوم بمناسبة الأعياد الوطن اللي نشرت الفرحة في قلوب الناس، وبالخصوص مبادرة جلالة الملك بالعفو الملكي عن عدد من النزلاء، هذه بلا شك راح تترك أثر بالغ على نفوس المواطنين. احنا صراحة في مركز الإصلاح والتأهيل في جو اللي شفناه كل الخير، شفنا حصلنا كامل حقوقنا هناك، ونشهد حقيقة بأن التعامل كان معانا إنساني مع الالتزام بالضوابط القانونية. هاي شكر ما ينوصف، يعني جلالة الملك ولي العهد يعني بهالمكرمة يشولوني وخلوني أشوف أرجع البيت لعيال وزوجتي، يعني هاي فرحة ما تنوصف. يعني أشكر جلالة الملك وأشكر ولي العهد، الحمد لله رب العالمين، يعني ما قصروا، يعني فاجأونا بهالمفاجأة الحليوة، يعني يسروا أمورنا الحمد لله رب العالمين. وبغير عن نفسي وبغير أسلوبي في الحياة وكل شيء، يعني إن شاء الله الأحسن وأفضل. يعني نشكر جلالة الملك على هذه المكرمة السامية حقيقة اللي أثلجت يعني قلوب أهالي البحرين جميعا، اللي ينتظرون أولادهم يطلعون وما أشبه، يعني فهي يعني كرم بالغ من جلالة الملك، يعني خاصة أن اللي يعني مدتهم طويلة يبتعدون واجد عن أهاليهم يحتاجون شيء يعطيهم أمل، والأهالي برا يعني يدفعون الثمن. فأمثال دي المكرمات حقيقة يعني تركز جلالة الملك في قلوب شعبه انه يعني يعتني بأولادهم، وأولادهم جنهم عياله. فالحمد لله رب العالمين ان الله اعطانا مثل هذا يعني الشخصيات العظيمة، الملك او سمو ولي العهد، يعني وانتجوا لنا هذه المناسبات اللي تخلي الكل يفرح بها. هذا وعود جلالة الملك المعظم الجميع على روح المبادرة وإدخال الفرح في نفوسهم، فهذا يعكس العطاء المتواصل مع شعبه لمنحهم الفرصة الكاملة للمساهمة في بناء المجتمع والحفاظ على تماسكه ووحدته الوطنية. مكرمة ملكية سامية والتي شملت على عدد من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل تؤكد وتجسد الروح الأبوية لجلالة الملك المعظم حفظه الله، والحكمة التي يتمتع بها للحفاظ على النسيج المجتمعي والسجل الإنساني المشرف لمملكة البحرين. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.